متابعي قناه منى كنرحب بكم معايا فيديو جديد. كنتمنى دائما تكونوا كلكم بخير وعلى خير وديما الفيديوهات ديال تلقاكم في احسن الاحوال. اليوم احنا كيف ما كيبان لكم عند خويا عز الدين في المحل ديالو عز الدين مكياج، المحل اللي كاين في قصريه الزموري في شارع عبد المؤمن درب غلف مدينه الدار البيضاء، المحل اللي كيخدموا طوال ايام الاسبوع باستثناء يوم الجمعه اللي ما كيكونوش، وبيان سور كيديروا الارسال في كازو في جميع مدن المغرب. يعني اي حاجه عجبتك في هذا الفيديو يكفي فقط غير تصور لي برودوي اللي بغيتي وترسل لهم الارقام اللي كتبان لكم على الشاشه، وغادي نخلي لكم حتى لاباج انستغرام. غادي نرحبوا مباشره بخويا عز الدين. لاباس عليك؟ بخير، امور هانيه، جينا بس الاحمر ديما مغرب. المغرب من لبسه الاحمر صراحه فرحونا الحمد لله، كانت خاصنا الفرحه صراحه. نتمنى تبقى فرحه يا ربي امين ان شاء الله. هذاك الشيء اللي كاين. مرحبا بك اختي منى. المهم اليوم راه كاينين سويجيات جداد شي وما نشوفهم ان شاء الله. يلا كما العاده ما كيوريني حتى شي حاجه، كيقول لي غتكتشفي بحالك بحال المتابعات. ضروري تبارك الله عليك. سيمونه غنبداو باول حاجه، هي ديك لاكام ديال البروتيين بريزيليا اللي كان ديجا كانت جات وجات وبعتها غير كام، دابا حاولت نوفرها لهم وغنبيعها اللي بغاتها كام. اللي بغاتها كام راه تاخذها كام، واللي بغاتها غير بيسه راه تاخذ غير بيسه. تبارك الله عليك، يعني اللي بغات غير قطعه واحده فقط. غتاخذ اختي منى هي هذه. اولا اللي بغات برودوي زعما واحد. انتي اختي منى كيف ما كتشوفي الحمد لله كاينه كميه. كاينه كميه كبيره. وكيف ما كنقول لك هي قام كلها. اول حاجه باش كنبداو اختي منى كنبداو بلي زومبول. فوالا هادو لي زومبول ديال التساقط. ديال التساقط. شوف هي لي زومبول كيفاش دايرين. هادو البنات راه كيكونوا في الصالونات، يعني دي صالون بروفيسيونيل كتمشي عندهم كتبغي ديري ان تريتمون وكيديروا لك بحال هاد لو ستيل هذا ولا هاد لا مارك بالضبط. صح. انتي اختي منى هي هادي. كاين لي زومبول. شنو هو هذا؟ كاين ديميلور، شامبو، شامبوان، كاين الماسك، وكاين السيروم. والسيروم. واي حاجه كنهضر معاك اختي منى كنهضر معاك على سون سيليكون سون بارابين و سون سلفات. سون سيليكون سون بارابين ما فيهمش وما فيهش سلفات. سلفات ما فيهمش لا سيليكون لا سلفات. تبارك الله عليك. لا السيروم لا الشامبوان، لا الماسك، لا كلشي. تبارك الله عليك. والشامبوان اختي منى شوف لي الطريقه كيفاش كيجي شامبو. كيجي شامبو وكيعطوك معاه واحد البروتين اللي كتخلطو مع شامبو. دابا هذا واش هو بروتيين ولا كتستعملوا استدام اللي كدير البروتيين في الصالون؟ كتستعملوا ملي كتكون الا كانت هي ديجا دايره بروتين ما دايرهش بروتين كدير غير هاد الماسك، راه هو كيطلق لها الزغبه بحالها ديجا مركبه. فوالا وباش كتحافظ على لي في كتبدا تستعمل هاد شوفي شامبون كيفاش كيجي. كيعطيوكم بحال السرنج فيها هكا البرودوي. هذه اون فوا دير شامبو تزيدها معاه فوالا. وكاين ديميلور وكاين الماسك. او سيدات اللي مجربين هاد لي برودوي ما فيها باس، فوالا عطونا الاراء ديالهم في لي كومونتير. نجرب احسن برودوي حاليا. تبارك الله عليك. اختي منى شي حاجه واعره ما شاء الله عليك. وبالنسبه للثمن اختي منى راه درنا لهم ثمن زوين. قول لي انا بغيت تقول لي ثمن الباك كامل وعاد نقول لي ثمن كل حاجه. باش كنا كنبيعو كنا كنبيعو ب 500 درهم. 500 درهم فيه خمسه لي برودوي. فيه خمسه لي برودوي. دابا راه جنة ناقص شويه. حاليا درنا السيروم درنا ليه 80 درهم. 80 درهم. كيف ما كنقول لك سون سيلفا سون بارابين سون سيليكون. والماسك درنا ليه 100 درهم. 100 درهم. الشامبو 100 وسميتو والديميلور حتى هو 100 درهم. ولي زومبول هادو حتى هما 100 درهم. يعني اللي غرض غير بلي زومبول تاخذ غير لي زومبول، اللي بغات غير الشامبوان تاخذ الشامبوان، اللي بغات الماسك تاخذ الماسك. السيروم ونفس القضيه. تبارك الله عليك. ثاني حاجه اختي منى غندوز لها هي السودو كريم. السودو كريم كنا موالفين كنجيب لهم غير جوج قياسات الصغير والمويان. دابا جينا لهم حجم الصغير والمويان وحتى الكبير. هذا شاهدتي فيه مجروحه ديما تنقولها لكم احسن كريم جربت من الزياده حتى ل 100 عام، يعني من البيبي كيتزادوا حتى ل 100 عام، نساء رجال. هذا الحاجه الوحيده اللي غنقول لكم الناس اللي بغاو يستعملوا لوجههم، حيت كاين بعض السيدات اللي كيبغاو يستعملوا يعني الوجه ديالهم، من الاحسن الغد ليه غسلوا وديروا اكخون، ديروا واقي شمسي. تفضل اخويا عز الدين. كاين هذا الحجم اختي منى 250 غرام. هذا هو الكبير. هذا اقتصادي، هذا راه كاين اللي يقدر يدي لها حتى العام. صح. هذا راه تبارك الله راه كيدي اصلا. وكاين هذا ديال 125 غرام وكاين ديال 60 غرام. تبارك الله عليك. 60 غرام 120 250 فوالا. والاصلي كنهضروا على الاصلي دائما حتى هو البنات راه فيه دوزيام اوريجينال. وبالنسبه لي بخي خويا اللي بخي اختي منى 50 درهم ها 60 اها 100 درهم. تبارك الله عليك. ها هما ثلاثه ديال الاحجام. راه كاين سيدات اللي كيستعملوا ككخيم دو شونج لي بيبي، يعني وراه امين كزيما حب شباب لي تخاص. شنو نقول لكم البنات اي حاجه اي حاجه صراحه. دوك الفطريات كلشي الطياب الطياب كلشي. تبارك الله عليك. الله وتكبلها غير الماء سخون. انا كطري اذا تحرقت اوتوماتيكمون كنمشي كندير سودو كريم. صافي كطفل صافي ما كتبقاش. تبارك الله عليك. ثاني حاجه اختي منى هو الكريم ديال الروز كان مازال ما بقاش، هو عاودنا جناه. فوالا هذا
هذا كنهضروا على الكريم ديال الوجه ياك اخويا زدين هذا ديال الوجه بوغ فيزاج هذا شفتوا هذا كان شي حاجه واعره وكان ما بقاش وكميه فيه كميه الحمد لله حنا كنسول دائما على الكميه لان خويا زدين تبارك الله ما شاء الله كيجيو طلبيات كثيره وكيصيفط في كازا وفي جميع مدن المغرب يعني كيحاول يجيب دائما كميه كبيره ماشي كيجيب لكم بياسه جوج ثلاثه ويقول لهم هذا الشيء يقول لكم هذا الشيء اللي كاين انت اختي منى انت الحمد لله راه كيجي جيتي دابا لقيتينا مروه فوالا كميه والله العظيم ما شاء الله يعني كل حاجه كيجيب فيها كميه كبيره والثمن ديالو هذاك 40 درهم 40 درهم هذا هذا كريم ديال الروز ياك فوالا هاد الكريم ديال الطبيب هذا اللي كان لقى اقبال كبير وبقاو كيسولوا عليه بزاف وكان ما بقاش راه عاود رجع دابا هذا اللي كي هذا اللي كي كنقول حنا بحال كيسرح الشعر هذا اش كيتسمى اختي منى كيتسمى كيراتين فوري كيراتين فوري كيسرح لك الزغبه ديك الساعه هذا كيستعملوه نساء ورجال تبارك الله عليك نساء ورجال شي حاجه واعره فيه الكيراتين والكولاجين ولا فيتامين او جو بونس فوالا الثمن ديالو تبارك الله عبوره كبيره 50 درهم 50 درهم غنجيو الكريم المعجزه ديال الحلزون هذا هو اللي عندي انا ديالي هذا بجوج والكليان هذا الجديد هذا الجديد والكليان شكروه ليا بزاف حتى هذا الجديد شكروه ليا حيت هذا فيه لا فيتامين سي عنده خاصيه اخرى ديال التبييض ديال الهايلارونيك اسيد وفيتامين سي تبارك الله شكروه ليا الكليان بزاف وهذا راه ديما غيلقاوه عندنا في المحل تبارك الله عليكم بالنسبه للثمن بحال بحال 25 درهم 25 درهم 25 درهم هذا قلت لكم في الفيديوهات السابقه هذا كنستعملو انا بالليل الايديه ورجليه وكنستعمل من موراه سودو كريم عرفتو كيرطب وكيبيض رائع جدا اختي منى غنجي معاك لواحد الحاجه اللي هذه ثاني هذه اول مره نشوفها اللي زوينه وزوينه بزاف شنو هي هذا واحد السيروم اللي سيروم خطير دابا واش هذا كيعطوك هما القياسات انت كل ليله كديري واحد تكليك الشوك اختي منى في جوج الاشكال في واحد ديال الورد وفي هذا واحد ديال الورد ديال هذا كي عندي ديال 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 الحلزون وهذا ديال الحلزون وهذا ديال الحلزون هذا اختي منى هذا كيمنع التجاعيد وكيحارب شيخوها هاي هيدراتاسيون كيف ما تنقولوا يعني عنده ليدغاتاسيون يعني ترطيب عالي جدا شوفوا لي الشكل كيفاش كيجي شوفوا هذا مقادينو لك هذا راه فيس اويل هذا راه زيت هذا زيت عاطينو لك داكشي بالغرام شوفوا معايا شوفوا كيفاش كيجي داير دابا هادي نحلها نديرها في وجهي هادي كدير في الليله تبارك الله عليك صورتي لك تقدروا بها مساج شوف شوف تبارك الله عليك وباش عجبتني اقتصاديه دابا انا هاد القريعه نقدر مثلا استعملت منها نصها نسدها هذا لمده شهر اختي منى هذا عاطينك 30 تريتمون ديال 30 تبارك الله وإلا كنتي كديريه نص غادي تقدك شهرين انا عجبتني حيت فيها القريعه عرفتي تخيلوا معايا كل دوز بالقريعه ديالها شفتوا البنات ما شاء الله عليك ستيليو سيروم خطير اختي منى فوالا هذا ديال الحلزون وهذا ملي كنحطوه في المحل حتى كيتجرب عاد كنحطوه في المحل تبارك الله عليك هذا ديال الورد شي حاجه زوينه هذاك ديال الورد تبارك الله عليك خطيره المهم كنجيبو لهم شي حاجه اللي جديده اللي ما كاينينش وانت هو الترطيب كيف ما كيبان لكم ما تنقرا لكم هنايا حتى هو الترطيب وكيرمم يعني البشره كيف ما كيبان لكم زوين صراحه بالنسبه للتجاعيد الناس اللي عندهم تجاعيد التجاعيد كيحارب حتى شي خوخه سنسيتيف ماسك امبروفي دراي سكين سورتو الناس اللي عندهم بشره جافه وسورتو اغلبيه ديال السيدات في هذه الوقيته ديال الخريف والشتوى كتنشف لهم البشره واخا كتكون دهنيه كتزيد مازال تنشف وشحال الثمن حاجه واعره هذا اختي منى درنا ليه ثمن زوين وصلنا غالي شويه ولكن حاولنا نديرو فيه ثمن زوين نكراطيو فيه نديرو فيه ثمن شحال غادي يبقى؟ هذا الثمن اختي منى غيبقى ب 150 درهم 150 درهم ولكن عندك راه عندك تخيطمون ديال شهر ديال شهر 30 بياسه ب 30 يوم تبارك الله كل ليله كتستعمل عبوه ما شاء الله اخويا زدين الثاني اختي منى هو كريم ديال الاتان لاكام ديال الاتان لاكام ديال الاتان كان مقطوع فيها واحد البرودوي حاولنا اننا نجيبو دابا هو ديال جمال لا كريم ليكرون الفيديو السابق كنت سولتك على ليكرون قلت لي ما بقاش مقطوعه اختي منى دابا حاليا راه حنا وفرناها وجلنا فيها كونتيتي كميه اول حاجه الصابون راها عاود جات حتى هي دائما الاصلي ديال لامارك باستيل ديال الامارات ردوا البال لهاد التفاصيل شوف لي اختي منى ليكرون ها هو ليكرون الواقي الشمسي الواقي الشمسي جا وجا الغاسول الغاسول وجا المقشر القناع الابيض فوالا وجا الكريم 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 وكاين السيروم فوالا وكاين حاجه جديده اللي هي هذه واحد الكريم كريم من شي فيتامين التفتيح هذا كريم جديد برودوي جديد زاد فيه جديد فوالا هذا برودوي جديد ضاف لاكام ديال حليب الاتان ديال حليب الاتان ها هو البنات واعر.
كريم ملتي فيتامين متطور تفتيح اليومي 3 في 1، يعني كيعطيك ترطيب وكيعطيك توازن للزيوت اللي كتكون في الوجه وتجديد للبشره. تبارك الله عليك. ها هو كتبينات مغذي ومرطب ومجدد للبشره. انا هنا درت لكم الترجمه انا من التحت لتحت. تبارك الله عليك. هذا راه زوين وواعر اختي منى، برودوي واعر. انا والله من هاد لاكام انا صراحه باش نجيكم الصراحه هذه مجربه منها جوج ديال لي برودوي توب 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 زوينه بزاف. دابا نضاف ها هو برودوي اخر، هذا كريم مزيان، هذا يدار في الليل، يدار في الليل زوين سورتو فهاد الوقيته هادي. بغيتي تعطيك النتيجه خصك ديريها في الليل فوالا، على بشره نظيفه دائما سورتو. نتوما دابا داير لهم الصابون، داير لهم الغسول، كلشي كاين متوفر. بالنسبه لي بخي خويا عز الدين البخي ديالهم تيمون الصابونه 30 درهم 30 ها هي، وليكرون 60 درهم 60 درهم، والغسول 50 50 ولقيناه 60، وهذا الكريم اللي جا جديد راه 60 درهم 60، وهذا وهذا بجوج 60 درهم. هو كريم الجمال، هو كريم الجمال تبارك الله عليك. هذا واعر اختي منى ما شاء الله على خويا الدين. ما تنساوناش من لا جامون بارطاج اختي منى. عاودنا جبنا ليهم، عاودنا جبنا ليهم هذا المرطب ديال الشفاه فوالا، الوقيته ديالو دائما الا لاحظتوا اي سيده كتفرج فيها دابا غتلاحظي ان الوجه ديالك دابا نشف بزاف والشفايف ديالك كيتقشروا. هذا اختي منى جربوه لقى اقبال كبير. هذا هو اللي شفنا ديك المره، هذا فيه مقشر ومرطب في نفس الوقت كيجي ديو جوج في واحد. هذا كان لقاء اقبال كبير اختي منى. عاود وفرتي تبارك الله عليك. هذا كتقشري كتقشري الشفايف ديالك حيت يكونوا فيهم دوك تيكونوا يعني ناشفين، وعاد من مورا فيها المرطب، واللي زوين انه كيجي تقريبا ترونسبارون فوالا. السيدات اللي ما كيبغوا يديروا لا لون لا حتى شي حاجه. والثمن ديالو، الثمن ديالو اختي منى هذا كيدير 25 درهم 25 درهم. جبنا لهم ثاني هاد الدنيكه اللي كدار فراجو كلوس فوالا الماجيك بلاشر. هذا كديري كيكون ابيض كيجي بحال الكريمه وكيبقى غادي وكيتغلق ليه اللون ديالو كيولي غوز. غنخليوه غنساوه حتى شويه وغنهضروا. تبارك الله عليك. شحال الثمن ديالو هذا؟ الثمن ديالو اختي منى دير 30 درهم 30 درهم. ديروا كابتور ديكرون كنحاول نطول لكم وفي نفس الوقت من شوفي معايا اختي منى جبنا لهم هاد ما يكونش لا فيديو يعني طويله بزاف. جبنا لهم هاد السيروم ديال لي سيغان بالكافيين. هذا خطير حيت كاين سيدات اللي كيصاوبوا سيروم ديال الكافيين غير في الدار. ها هو دابا واجد، هذا جناه منه سيروم ومنه ماساج. واو ماساج، شوفي لي الشكل كيفاش كيجي خطير. انا كتعجبني اي برودوي اللي كتكون فيه لابي. علاش؟ ملي كتكون فيه لابي كتعاونك كتعاونك ان لو برودوي يدخل غيا ريحه ديال القهوه. وسورتو كيف ما قلتي واحد النقطه زوينه خصك تحطيه في الباب ديال الثلاجه باش كتستعمليه بارد، يكون بارد. تبارك الله على خويا عز الدين. هذا راه شي حاجه زوينه واعره. حنا كنعرفوا المنافع ديال القهوه، يعني كتجبد كتبيض المنطقه ديال تحت العين. والثمن، الثمن اختي منى هذا درنا ليه 40 درهم 40 درهم البنات. ومن الجديد ايضا هذا لو باك، هذا لاكام ديال الحجبان اختي منى. شوفوا معايا عباره على اشنو فيها. الموس، الموس وفيها جيل ترونسبارون، الصابون على ترونسبارون، وفيها هذا البرايمر اللي كيبريباري فوالا. فيه بحال فيه كاين داير بحال واحد السبراي. هو نعطيك الطريقه ديالو. كتقدري ترشيه فوق الشيته وكتقدري ترشيه حتى فوق لو فيزاج. بحال كيدغاتي ليك لابو، يعني كيرطبها باش انت من موراها تابليكي لو ماكياج ديالك. تبارك الله عليك. بالنسبه لو بري ديالها، البري ديالها اختي منى هذيك دير 50 درهم 50 درهم. ها انتم البنات فيها الموس، فيها هاد الشيته هادي اللي كطلع كيف ما كيبان لكم الحجبان، هاد الفيكساتور، وهاد كنقولوا حنا بحال برايمر تقريبا اضغاط فوالا. والثمن قلنا نعاودو نذكرو 50 درهم 50 درهم. شوفي يلاه غنقولها لك. شوف البنات كيفاش كيولي، شفتوا باش زوينه كتبقى غاده بشويه بشويه، يعني كتصلح للشفايف وحتى وحتى الحنيكات. بصح تبارك الله عليك. نشوفو اختي منى واحد لاكام هادي عاد جات لاكام صغيره، فيها الصغيره وفيها الكبيره. هذه هي الصغيره. هذه هي الصغيره اختي منى، ندير لكم بحال هكا على حساب الضوء. شوفوا معايا كيفاش كتجي دايره. هذيك اختي منى فيها غلوس وفيها اي شادو وفيها هايلايت ليكيد، وهذا اللي من هنايا هو هذا ليكيد والغلوس والاي شادو. شفتوا هذاك الشكل اختي منى، وفيها هذا عطي افكار ديال الهدايا زوينه. هذا اختي منى فيه ماسكارا وفيه فاراجو وفيه فارا بوبيير وفيه غلوس، والغلوس خطير هذا بالشوكولا. نعطيك شمي الغلوس ديالو. تبارك الله عليك. انتو عجبني كاين لو باك الصغير ولو باك الكبير. شوفوا معايا حتى السيدات اللي بغاو يديروا افكار هدايا، كتجي كتاخذي مثلا رويحه، كتاخذي مثلا دي ماسك، كتاخذي كريمات. شمي الريحه ديالو. شوكولات مرة كتبين هانيت شوكولا شوكولات. هذه تاع لاكام واعر. ها انتوما فيها بالنسبه لهذه فيها الفارا بوبيير، وقدر ديري حتى فاراجو. حتى فاراجو وفاراجو. وهذا قلتي ليا ماسكارا. هذا ماسكارا
ماسكارا وغلوس. وبالنسبه للثمن اختي منى هذو 30 درهم، هذه 40 درهم. هذا 30 وهذا 40، هذا فيه ثلاثه لي برودوي، هذا فيه اربعه ديال لي برودوي. جينا لهم اختي منى حتى هذا المرطيب، شوفي هي الشكل هذا ديال الشفاه، ديال الشفاه. شوفي هي جاب الرمان، اها، وجاب الرمان، المونغ، الخوخ، والالوفيرا. كيجي بحال الحكيك، غطيه غطيه هذيك واعره اختي منى. جبدي بغيت نهزو حيده فوالا، كيجي بحال هكا الريحه باش خصها يتحل فوالا باش ما يطيحش هكا خويا. شوفي هاد الريحه، ها انتم شوفوا بدا كيفاش كيجي داير، كيجي بحال بوغ دو كاريتي وريحه فنه. هادي الرمان تاهي خطيره، هذا الترطيب تا هو زوين بزاف. شوف ها كيشمي الخوخ، الخوخ طبيعي خطير. هو هو طبيعي والله الا هو الخوخ خوخ تبارك الله عليك. زوين هاد المرطيبات وصغيورين، كنقدروا نحطوه فحال هكا حدا يعني حدا راسنا بالليل. الويفيرا تا هي ريحه عفنه، لا الريحه خطيره فوالا. باش ما نساوهاش كنرطبوا بها الشفايف ديالنا، نقدر نحطها معايا في الصاك. زوينه هذا زوين. ولو بخي اخويا عزدي خصمونا 20 درهم، 20 درهم فقط. خصمونا غنشوفوا هاد الميمحات، كي نقول احنا ميمحات ديال الكريستال، كريستال ديال الشعر. هذه خصمونا ملي كانت فيها واحد الماركه عيانه ما جبتهاش المحل، كان كلشي كيسول لا ما جبتهاش المحل. دابا حاليا راه جبت ليهم هذه المزيانه، والله كنا مجرباها لا فيرسيون الاولى اللي كنت خدي اللي كنتي جبتي خويا الزين. انت هذه بالنوار، والله حتى زوينه. البنات هذه مجرباها صراحه فنه، كان خويا الزين من الناس الاولين اللي جابوها. هذه الناس اللي ما كيقدروش على لا سيغ، ما كيقدروش على الماكينه ديال الحلاقه، هذه غير كديري بحال هكا بحال المساج. هي علاش كيقولوا لها ميمحات؟ حيت بحال بحال كتقومي الشعر فوالا. شكون باش كتجي دايره ومن موراها كتابليكي شي كريم. بعض السبعه السيدات كيقول لي واش كتستخدم في الوجه؟ انا ما ننصحكمش البنات ديروها في الوجه، هذه اليدين الرجلين انا بالنسبه ليا الله يجعل البركه، غير اليدين والرجلين هذه هي الاحسن. وبالنسبه للثمن ديالها كدير 100 درهم، 100 درهم فقط البنات. بالنسبه للشامبوان ديال الحريق راه عاد هبطات فيه البارح ثاني كونتيتي كثيره، هذا خطير حتى هو جربته، اللي مجرباته نقولها لكم البنات. كاين ديال الزيتون وديال الحريقه وديال البصله وديال الثومه، تبارك الله عليك. وديال الحريقه علاش انا كناخذو بالضبط؟ لانه كيعطي فوليوم، سورتو للسيدات اللي تيكون شعرهم قليل ولا شعرهم مزيت كيعطيكم فوليوم. ودائما لاستيس كنقول لكم ديروا نقيطه ديال لا فيتامين او، راه لا فيتامين او باقا متوفره عندك اخويا زدين، باقا متوفره باقا، راه كيجيبها خويا زدين تبارك الله. يعني كتجي كيجي حكيك فيه ما شاء الله، وخليها فين ما تبغي تغسلي شعرك غتلاحظي الفرق. زوينه بزاف هاد القضيه. والثمن 25 درهم، 25 درهم. اختي منى الاستشوار كاين واحد جوج برودويت غنديروا فيهم واحد البرومو غير السبت والحد، بالنسبه تبارك الله عليك الاستشوار بحال ولفتينا خويا عز الدين ولفنا لي برومو فوالا. وهاد السوا ديال البروتين ديال الطنين، يعني جوج ديال لي برودوي، عندنا السوشوار ديال ايطالي والسوان ديال سلفادور، ديال سلفادور الاوريجينال تبارك الله عليك فوالا. هذا اشنو فيه؟ اشنو فيه اخويا زدين؟ هذا خصو فيه الشامبو السيروم والماسك فوالا، هذا خصها تكون مستعمله خاصة ضروري دير لا كام كاملة، وتكون ديجا دايرة الطنينو في شعرها، تكون ديجا دايرة الطنينو حيت هذا سواه سواه. بالنسبة لختي منى سيشوار فوالا بروفيسيونيل، صنع في الايطالي وبروفيسيونيل اوريجينال ختي منى، الثمن ديالو كنت انا كنبيعو ب 230 درهم، كنهضر غير على السبت والحد. السبت والحد غيكون ب 180 درهم ما شاء الله يا خويا، السبت والحد 180 درهم فقط. السبت والحد 180 درهم الناس اللي بغاو، وحتى الناس ديال المدن غيستافدوا نفس الثمن ياك، لكن غير السبت والحد، غير السبت والحد فقط الناس اللي غيكوموندو السبت والحد. بالنسبه للطانينو كنا كنبيعوه ب 200 درهم، دابا الثمن ديالو غير السبت والحد 150 درهم. واو واو، شوفوا شحال ديال التخفيض البنات، شوفوا شحال ديال التخفيض. ولكن الويكاند السبت والحد فقط، سواء الناس اللي غيجيو للمحل. بالنسبه للسيشوار، السيشوار غير السبت والحد تبارك الله عليك، غير السبت والحد راه الاثنين صافي رجع الثمن ديالو 230 درهم. انا درت لهم برومو غير باش تبارك الله عليك. انا بحال ولفتينا ولفتينا صراحه، كل ويكاند دير لنا شي فيزا تبارك الله على خويا عز الدين. الرقم ديال الناس اللي بغاو يطلبوا اي حاجه ويستافدوا من هاد لي برومو حتى هما غادي يبان لكم على الشاشه، وايضا حتى لاباج انستغرام. كيمون حتى البونجه راه مازال البونجه ديال الوسط فوالا، اللي كتحيد تنقول حنايا لا بوموت راه كاينه ورطيطبه. ورطيطبه شحال الثمن نعاودوا نذكروا؟ الثمن 25 25 درهم. وان ستيب، وان ستيب راه ما كتلقاناش، كانت ما بقاتش هاد الايام، راه جاو شي كليان. راه كنت كنسولك عليها انا نيت، شي كليان كنقول لهم سمحوا لينا جاو ما لقاوهاش، هي دابا راه جات 1200 واط ديال الحديد
الخيط كيدور 150 درهم وكارانت. اي مشكل وقع فيها يعني لو وقعت فيها اي حاجه كتقدري ترديها لخويا زدين. ما شاء الله على خويا زدين. شي وحده ما رديناش لا راه تكتبها في التعليق. ما شاء الله على خويا زدين وصافي هادشي اللي غنقول لك. تبارك الله عليك. فوالا متابعي القناه وصلنا لنهايه ديال لا فيديو ديالنا. كانت فيديو خفيفه ظريفه ما كنبغيش نخليكم بلاش يعني ضروري خويا زدين ملي يجيب الجديد تكونوا نتوما الاولين سورتو الناس اللي غيبغيو يجيو عنده الويكاند كيف ما كتلاحظوا والله العظيم راه يلاه تحلت السلعه نتوما كيبان لكم في الارض كلشي يلاه تحل سلعه جديده كميه تبارك الله متوفره اللي غادي ترضي جميع الطلبات ديالكم سواء الناس ديال كازا او لا الناس ديال المدن. كنبغي نشكرك بزاف بزاف اخويا زدين. كنبغي نشكرك بزاف. الله يحفظك اخويا زدين وتبارك الله عليك. باش متابعين انك انفو كتجي عندك تقول لي تهلا ليا في المتابعات ديالي. الله يحفظك اخويا زدين. وحنا حتى حنا شتو 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 البنات والله العظيم وبلا ما نوصي شتي لي برومو والهميزات راه باقي جاي. باقي جاي المفاجآت البنات ان شاء الله جاي شي لعيبات زوينه فوالا باقي جاي المفاجآت لا نبقاو نقولوا حتى شي حاجه تطرا ياك اخويا زدين صافي خلاها تطرا باقي كاين مفاجآت فوالا كاين مفاجآت زوينين ان شاء الله مع خويا زدين ودي برودوي جداد غير شجعونا لي جيم البارطاج الناس اللي بغاو يتواصلوا مع خويا زدين وخويا نوفل راه الارقام كتبان لكم على الشاشه ولا باج انستغرام. وكنبغي نذكر انكم عندكم فرع ثاني اللي كاين في اقامه ناديه في المعرض ديال سيمو ابو الفضل اللي كاينه في الروداني. الفرع ديالكم تما ما كتسدو حتى نهار وهنا في الزموري كتسدو الجمعه فقط ونفس السلعه اللي كاينه هنا نفس السلعه تقريبا كلشي اللي كاين هنا كاين ولا برومو بحال حتى هي غتبقى الويكاند تما. تبارك الله عليك. مرحبا بك شمونا مرحبا بالناس كاملين اللي متابعينا وكنشكرهم بزاف الناس اللي خارج كازا وكيطيقوا فينا وكيكرسوا لنا فلوس كنصيفطوا لهم راه باقي كيتسناوك الناس تحل لهم في مراكش اخويا عز الدين والله العظيم الا باقي الناس كنلقى في التعاليق والله كنقرا تعليق بتعليق. عندنا كليان بزاف سبحان الله كيجيو كيديبلاصاو حتى لعندنا. هيا جاي العطله كيديبلاصاو هيا العطله جايه عندكم اسبوع ديال العطله الناس اللي بغاو كيبدلوا الجو حجوا زياره صراحه. الله دوك الناس كنشكرهم بزاف من بعد ديال كازا كاينين الناس ديال مراكش اللي بزاف وصراحه راه في المغرب كامل تبارك الله عليك. لا حتى خارج المغرب اخويا زدين عندك ناس كليان اوفياء حتى خارج المغرب. الله يحاسبنا اختي مول تبارك الله عليك. كنديروا السبب والكمال لله. الله يحفظك والله يسر ليك لا انت لا نوفل لا خويا موسى كلكم ما شاء الله عليكم. شكرا لك بزاف بزاف اخويا زدين بارك الله فيك. وكنشكركم حتى انتم متابعي القناه كنتمنى لا فيديو تكون عجباتكم خفيفه ظريفه ذكرتكم غير بالجديد ديال لي برودوي. لكن اي تساؤل او اقتراح او لا برودوي بغيتو خويا زدين يوفروا لكم في المحل غير كتبوها لنا في التعاليق او لا تواصلوا معه مباشره على الرقم ديالو اللي كيبان لكم على الشاشه او لا حتى على لاباج انستغرام. فشكرا لكم مره اخرى غنقول لكم بالسلامه ونتلاقاكم ان شاء الله في فيديو جديد.